خبرنا التالي لن نذهب بعيدا عن البيئة والنظافة. رح نتكلم عن انطلاق الملتقى الأول للمدن الصحية في البلاد، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمدن الذي يصادف 31 من أكتوبر، حيث سيلتقي العاملون في منظومة المدن الصحية والناشطون كذلك في المجال البيئي للاحتفال بهذا اليوم العالمي مناير. نعم، وسيبحث الملتقى عدة محاور من أهم التعرف على أنشطة المناطق الصحية في مجال البيئة وحفظ الصحة من التغيرات المناخية وتبادل الخبرات في هذا المجال. طبعا للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع مشاهدينا، ينضم معنا مراسل تلفزيون دولة الكويت رائد الشمري الموجود حاليا داخل مدرسة أم عطية الأنصارية في منطقة ضاحية عبد الله السالم. رائد صباح الخير، هل ممكن أن تضعنا في صورة وتكلمنا أكثر عن مستوى الحضور في ذلك الملتقى وأهم ما سيبحث إن شاء الله؟ تفضل رائد. صباح الخير مناير، صباح جميل لمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح. بالفعل هذا الملتقى اليوم يحظى باهتمام عالمي كبير. اليوم تجد الحديث ذو شجون من خلال الحديث عن اليوم العالمي للمدن، التغير المناخي، هناك مصطلحات وأيضا عبارات تتصدر المشهد أصبحت في جميع دول العالم من متغيرات مناخية تنعكس بالفعل يعني من خلال ما نشاهده ونتابع في جميع دول العالم في إيجاد الحلول المستدامة. وأيضا هناك جميع الدول تضع اليوم في الحسبان عملية أكيد التعاطي مع قضية المدن المستدامة، وأيضا الحديث عن التغيرات المناخية التي أصبحت واقع لابد من مواجهتها من خلال هذه الملتقيات وهذه أيضا الأفكار وتبادل الخبرات، وأيضا الوضع في الحسبان عملية التغيرات هي المستوطنات البشرية وما يشوبها من أيضا هناك المناطق الحضرية الغير مستقرة التي أصبحت تشكل عبء كبير بالتغيرات المناخية من الكوارث البيئية، نتحدث عن العواصف، نتحدث أيضا عن الفيضانات، نتحدث ما يشوبها من هذه الآثار السلبية التي أصبحت بتغيرات مناخية. علماء وأيضا متخصصين يواجهون هذا الأمر بتوجيه دفة المجتمع للارتقاء أكثر في المدن الصحية البيئية. اليوم تواجدنا في مدرسة معطينا صارية في ضاحية عبد الله السالم، والحديث سيكون شيق بهذا التنظيم والترتيب، وأيضا هذا الملتقى الذي سيكون حديث على المدن الصحية من خلال دولة الكويت. سيكون هناك أيضا محور ذو شجون بالفعل سنتعرف عليه من خلال ضيفي وضيفكم في الجانب الآخر الدكتورة أمال اليحيى رئيس مكتب المدن الصحية في دولة الكويت. صبحت الله بالخير دكتورة وقواكم الله. اليوم العالمي للمدن، يعني الحديث ليس في دولة الكويت فقط، اليوم يتواصل مع جميع دول العالم لواقع لابد أن يواجهه بمعطيات ومتغيرات لابد أن تكون لها هناك حلول. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا يشرفني جدا أني أنا أكون معاكم وهذه التغطية المباشرة من تلفزيون دولة الكويت. اليوم مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة بالتعاون مع المدن الصحية في دولة الكويت وباستضافة كريمة من مدرسة أم عطية الأنصارية نقيم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمدن اللي صادف 31 من أكتوبر من كل عام. الأمم المتحدة اختارت لهذا اليوم شعار طبعا مدينة أفضل لحياة أفضل، تكيف المدن والمرونة المناخية. هذا الموضوع طبعا ما في شك من المواضيع الهامة جدا اللي لها علاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بصحة الإنسان، وإحنا في مبادرة المدن الصحية نسعى لتحسين وتطوير الأنظمة اللي يعيش فيها الإنسان حتى تكفل له حياة أفضل وصحة أفضل. مثل ما حضرتك تفضلت وقدمت أن اليوم إحنا أصلا بالتوازي مع انعقاد القمة 26 الكوب 26 للدول الأطراف في اتفاقية باريس المعنية بتخفيض الأثر عن التغيرات المناخية. المحور الطوارئ والاستعداد والتأهب للطوارئ في معايير المدينة الصحية هو محور هام، وهذا يتوافق مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة المختص ببناء مدن ذات استدامة. اليوم كلنا يعلم أن إحنا ما نقدر أن إحنا نقول أن إحنا نعيش في مدينة مستدامة إلا إذا كانت هذه المدينة لها القدرة أنها تكون مرنة، لها القدرة أنها تكون تقيس وتتوقع
المخاطر اللي ممكن تتعرض لها، وأيضا كيفية التصدي لهذه المخاطر. مخاطر الخاصة بالبيئة والمتعلقة بالتغيرات المناخية اليوم أصبحت الحديث الأساسي لصحة الناس، ويمكن الهدف الحادي عشر حط 10 غايات تتعلق بهذا الجانب، منها خفض الوفيات الناتجة عن هذه التغيرات المناخية. ما في شك حضرتك مثل ما تفضلت، اليوم احنا نشهد حوادث طبيعية أو غير طبيعية متعلقة بتغير المناخ، الفيضانات، ارتفاع درجات الحرارة، حتى الأماكن الساحلية المهددة بارتفاع منسوب المياه لها، العواصف، هذه كلها نتائج للتغيرات المناخية اللي اليوم نتأمل أن كل واحد فينا يستشعر هذه المسؤولية. نبدأ من نفسنا، من بيوتنا، ثم بعد ذلك على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي. هناك الكثير من المبادرات التي يجب أن إحنا نطبقها. واحدة يمكن من أهم المبادرات اللي تم تطبيقها في المدن الصحية في دولة الكويت في أكثر من مدينة، قضية زيادة المسطحات الخضراء. ما في شك هذه متنفس، هذه زيادة في توفير الأكسجين، هذه زيادة للصحة النفسية اللي ممكن تكون قاتل رئيسي في السنوات القادمة إذا لم نتصدى لها. هذه العطاءات المختلفة من المدن الصحية في دولة الكويت تسهم بلا شك في المجهود الوطني اللي تقوم في دولة الكويت للتخفيف من الآثار التغيرات المناخية. جميل. دكتورة، أيضا لو تحدثنا كيف يمكن أن يكون اليوم التمكين لهذه المدن من خلال هذه الملتقيات؟ هذا الملتقى احنا نعتبره أساس لمجموعة من الملتقيات. أولا هو في هذا اليوم احنا ليس فقط نلتقي مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ونتعرف على دوره ونتعرف على آليات التعاون بينه وبين المدن الصحية، هو أيضا ملتقى للمدن الصحية الكويتية. احنا الحين عندنا 11 مدينة صحية مسجلة انها 9 تصير مدينة صحية، واحدة معتمدة اللي هي اليرموك. الجهود المتفرقة اللي موجودة في هذه المدن والنماذج الرائعة اللي قدموها، ودنا يكون لهم ملتقى يجمعهم، يتبادلون في خبراتهم، يتبادلون في قصص النجاح، وأيضا نبني عليها لشراكات ذات خلينا نقول توسع أو مدى أكبر يتيح نتائج أفضل لهذه المدن. واحدة من أهم الشراكات المشتركات مع المنظمات الدولية، ومكتب المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة UN Habitat هو واحد من هذه الوكالات الرئيسية اللي لابد أن يكون لنا تعاون مثمر على مستوى توحيد الخطوات والاستراتيجيات، الاستفادة من الموارد، بناء الخبرات، عشان نقدر أن إحنا مو بس يكون عندنا جهود ذاتية لكن جهودنا موثقة على المستوى الدولي، وهذا ما في شك إعلاء لسمعة الكويت. جميل جدا دكتورة، الله يعطيكم الصحة والعافية وجزاك الله شكرا على هذه الإيضاحات. كل شكر للدكتورة أمال اليحيى رئيس مكتب المدن الصحية في دولة الكويت، والشكر موصول أكيد للمهتمين في هذا الشأن اليوم البيئي والمختصين في هذا المجال لمواجهة هذه التغيرات المناخية، واللي راح تكون إن شاء الله هناك وقفة بعد قليل في حضور الدكتورة أميرة الحسن مدير المكتب الأمم المتحدة، رئيس أكيد المكتب بالنسبة لدول الخليج، دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستكون حاضرة بإذن الله، ستحضر هذا الملتقى، وهناك الحديث سيكون مطول بالنسبة لوضع الأساسيات وأيضا النقاط العريضة لمواجهة هذه التغيرات المناخية، وأكيد مواكبة ما يشهد العالم من متغيرات وتطبيق المدن بالنسبة نوع مدن مستدامة. نعم زميلة مناير، شكرا جزيلا لك رائد الشمري مراسل تلفزيون دولة الكويت اللي كان معنا من مدرسة أم عطية الأنصارية في منطقة ضاحية عبد الله السلمي.